السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أولاد؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، كل سنة وانتم طيبين. العيد جه وخلص خلاص، ربنا يا رب يطمنا عليكم جميعا وتكونوا في أحسن حال يا أولاد. النهاردة درسنا يا أولاد عن النبات الطبيعي في بلادي. قبل ما أبدأ في الدرس يا أولاد، كلمة النبات الطبيعي أو أي شيء مذكور جنبها كلمة الطبيعي، تعرفوا إن هي من خلق الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان لا دخل الإنسان إيه فيها ولا في إنشائها. طيب النهاردة يا أولاد درسنا هنتكلم عن النبات الطبيعي في بلادنا، طبعا نتكلم على دولة الإمارات العربية المتحدة. إيه هو النبات الطبيعي؟ إيه هي أنواع النباتات الطبيعية؟ إيه هي استخدام النبات الطبيعي؟ فهناخد كل واحد يا أولاد إيه على حدة. النبات الطبيعي يا أولاد، على سبيل المثال مثلا لو احنا ماشيين عايزين نعرف، مثلا لو احنا ماشيين بالسياره رايحين دبي او رايحين العين او رايحين الشارقه، بنشوف واحنا مش راكبين السياره مع بابا وماما، على جنبي السياره كده بنلاقي منطقه صفراء كبيره رمليه، فنسال ماما ايه هي ديت يا ماما، هتقول لك دي الصحراء. نعم هي دي الصحراء يا اولاد. الصحراء دي عباره عن ارض كبيره بتبقى جافه لونها اصفر، مبيبقاش فيها امطار، وبيبقى مناخها حار جدا، وايام الشتاء بتبقى مناخه ايه الى حد ما ايه معتدل، وبتبقى فيها النباتات قليله جدا، ولكن بينبت فيها القليل من النباتات اللي بنسميها النباتات المعمره، زي نبات الصدر والسمر والغاف. طب يا اولاد احنا عايزين نعرف كلمه المعمره يعني ايه. طبعا احنا عندنا انواع كتيره من النباتات، في نباتات معمره ونباتات حوليه. نباتات معمرة يا ولاد يعني بتعيش فترة زمنية طويلة جدا، وبتحتاج قليل جدا من المية اللي هي بتحصل عليها من الأمطار، وبتحتاج درجة حرارة مرتفعة جدا، ودايما بتعيش أو بتنمو هذه النباتات فين؟ في الصحراء. وخاصة يا ولاد من أهم هذه النباتات المعمرة هي نبات أو شجرة الغاف، وانا جايبه لكم صورتها في اول ايه صوره. طيب عندنا نباتات تانية مثل، نعم في نباتات اسمها النباتات الحوليه. النباتات دي يا اولاد عكس النبات المعمر، بيعيش فتره بسيطه او فتره قصيره اثناء فصل الشتاء بس، بتنمو هذه النباتات الحوليه بعد سقوط الامطار، وبعد كده بتعيش فتره بسيطه وبعدين بتموت. وخاصة يا أولاد من أهم هذه النباتات نبات اسمه الحميض. تمام، يبقى احنا كده يا أولاد عرفنا ان في نوعين من أنواع النباتات مشهورين جدا بينمو في الصحراء، نباتات معمرة ونباتات حولية. النباتات المعمرة اللي هي بتعيش فترة طويلة جدا ومبتحتاجش مية طويلة، مية كثيرة، وبتحتاج درجة حرارة ايه عالية جدا، اللي هي زي شجرة الغاف. بينما النباتات الحولية هي عكس النباتات المعمرة، بتحتاج فترة، بتعيش فترة قصيرة جدا اللي هي في فصل الشتاء فقط، وبعدها وبتنمو بعد سقوط الأمطار، وبعدها على طول يا ولاد ايه بتموت زي نباتة الايه الحميض. تمام، في نباتات تانية يا ولاد، نباتات حولية تاني غير الحميض. نعم في نبات اسمه العرلون. العرلون ده يا ولاد نوع من انواع الفطر، بينمو بعد نزول المطر برضو. هو طبعا هو من النباتات الحوليه، احنا عرفنا ان النباتات الحوليه ما بتنموش الا بعد نزول المطر بس يا ولاد، وبتعيش فتره بسيطه جدا، ودايما لونه بيبقى لونه ابيض، فاهمين عليا يا ولاد؟ تمام، حتى انا واضح لونه ايه في الصوره قدامكم اللي انتوا شايفينها دلوقتي يا ولاد. ننتقل تاني يا ولاد. النباتات الطبيعية ديت او النباتات اللي بتنمو في الصحراء دي، هل يا مس احنا بنستخدمها في حياتنا؟ نعم بنستخدمها في حياتنا يا ولاد. طبعا انتوا عارفين يا ولاد امارة ام الكوين، لو تسمعوا انا طبعا ما هي الامارات السبعة، فاكرين يا ولاد ما كنت اقول لكم ايه هي الامارات السبعة؟ ابو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، ام الكوين، راس الخيمة، الفجيرة. شجرة الغاف ديت يا ولاد اللي هي من النباتات المعمرة مشهورة جدا او موجودة بكثرة في او بالقرب من امارة ايه ام الكوين. طبعا الشجرة ديت يا ولاد احنا عرفنا متفقين ان هي من النباتات الايه من النباتات المعمرة، بتتحمل درجة حرارة عالية جدا، وما بتستهلكش وما بتحتاجش مية كتير،
وبتستخدم يا اولاد الناس كلها بيحبوا لما يحبوا مثلا يروحوا في الصحراء ولا حاجه مثلا يتجولوا فيها كنزهه بسيطه كده ويرجعوا على طول على بيوتهم، لان طبعا درجه الحراره بتبقى عاليه جدا في الصحراء. انا بتكلم مثلا لو هيروحوا مثلا في وقت الشتاء ولا حاجه بيبقى الجو كويس الى حد ما ومعتدل، بيستظلوا بيها بيقعدوا تحتيها، بيستخدموها. في ناس بيستخدموا اوراقها الدواء، بيغلوها وبيستخدموها كدواء او كنبته علاجيه، وبتبقى القعده تحتيها طبعا الناس اللي بيجلسوا تحتيها بتبقى القعده جميله جدا ومريحه وبيستمتعوا بايه بيها جدا. تمام. انتوا عارفين يا اولاد في نبات تاني اسمه الجعده او اليعده. النبات ده يا اولاد برضو من النباتات الصحراويه اللي بتنمو في الصحراء. الناس في ناس كتير قوي يا اولاد بيستخدموا هذه الاعشاب او هذه الاشجار او هذه الاوراق النباتيه ديت يا اولاد، بياخدوها كوسائل علاج طبيعيه، بياخدوها بيغلوها بيقطعوها بيشربوها وبياكلوها، بس بياخدوها كايه كوسيله من وسائل ايه الاعشاب الطبيعيه او العلاج الطبيعي اللي هو ايه بيامنوا ان هم ايه يشفوا منه يعني. في ناس اللي هم امراض القلب وامراض البطنه اللي عندهم مشكله في البطن عندهم مشكله في القلب، طبعا كل الحاجات ديت هم ايه بيستخدموها عن طريق هذه النباتات. وفي نبته تانية يا اولاد من النباتات الحوليه اللي هي بتنمو بعد نزول المطر بس، وبتعيش فتره بسيطه جدا فصل الشتاء وبعدين بتموت، زي ايه زي النبات الحميض اللي انا قلت لكم ايه عليه قبل كده. طبعا عشان كده يا اولاد احنا بنقول ان النبات الطبيعي والاشجار كلها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في العالم كله او في بيئتنا او في بلدنا لازم نحافظ عليه، لان طبعا اول حاجه خالص احنا بنستفيد منه فعلا في حياتنا ك منظر طبيعي جميل، مظهر جميل، مظهر جمالي في البيئه اللي احنا عايشين فيها في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. بنستخدمه كوسيله من وسائل العلاج، ناس كتير قوي بتستخدم الاوراق بتاعتها والالياف بتاعتها ديت يا اولاد بتاعت هذه النباتات للعلاج. في ناس بيستظلوا بيها والحيوانات بتستظل بيها. طبعا مش هي طبعا كل النباتات الطبيعيه ديت ما بتبقاش مفيده للانسان بس، بتبقى مفيده ايضا للايه للحيوان. فعشان كده يا اولاد احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان احنا لازم نحافظ على هذه الايه النباتات الطبيعيه الجميله في حياتنا. وبكده يا اولاد نكون خلصنا درسنا النهارده، علشان نكون ان شاء الله باذن الله ننتقل ان شاء الله للدرس الجديد الحصه الجايه او الفيديو الجاي، ونشوفكم ونكونوا في احسن حال وباحسن صحه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.